الوردة على الهيئة إلى تاريخ يوم أمس هي 8,034 قضية. تم البت في 6,237 قضية. عنا 2,408 مع بد القرارات الصادرة لصالح الدعوة. من 6,237 فما 2,408 بإلزام الهياكل العمومية بتسليم المعلومة إلى طالبها. عنا 2,128 من 6,237 هي القرارات التي تمت برفض الدعوة، رفض الدعوة أصلا شكلا إلى غير ذلك من أنواع الرفض وأسباب الرفض. فما إمكانية أخرى فما نقول لك لا وجوبا إذا كان ما فماش نص صريح يسند اختصاص للسلطة فإنه مش نستنبطوه عن طريق الدعوة. وهذا بالنسبة للغموض، الغموض حتى على مستوى كذلك يعني آليات الرقابة كذلك اللي مش دقيقة واللي الحقيقة إلائها للأنظمة الداخلية أو حتى للقانون العلاقة بين الوظيفتين أمر غير محمود. لماذا؟ لأنه القانون بتاع العلاقة بين الوظيفتين سيحسم علاقة بين الوظيفتين لكن سيحسم فيه غرفة واحدة.